لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. او انطلاقه اللاعب اودوي اودوي واول ركنيه اول ركنيه البلوز في مواجهه الجانرز بعدما تفوق تشيلسي في لقاء لعبه بشكل جيد جدا. ترني ولعب نيلسون بالاضافه لسوكراتيس اللي غائب النهارده ايضا عن تشكيله الفريق. ادي عملنا الانطلاقه ستيوارت في المقدمه ويليان وابراهان وطبعا ابراهام واللاعب اودوي واول كره هنا من جانب فريق نادي الارسنال كره اولى عن طريق اللاعب ساكا لعب كيبا في حراسه المرمى في الدفاع سبيليكويتا النهارده ظهير في مسابقه الدوري الاوروبي. امامنا كره على طول الركنيه الثانيه من جانب الاهداف في مسابقه الدوري وهدفين في الدوري الاوروبي في مرمى جيماراش لفريق نادي تشيلسي في ذلك الوقت وسجل اهداف اوباميانج بعد 10 دقائق. ركنيه هنا ومحاولات من جانب فريق تشيلسي استلم على طول كعبه جميله اول هدف في اللقاء لكن الكره بتضيع من كوفازيتش. مباراه باديه حلو مباراه الديربي لا تتوقع النتيجه البعض يرشح نادي تشيلسي لكن هناك اصابه وهناك لاعب مصاب هو اللاعب وسط دي ساكا اللي عمل كره عرضيه اولى لقاءات غير اهدافه في الدوري الاوروبي. روديجر امامنا هنا في ضربه راسيه من جانب المتقدم كان روديجر وكريستنسن امامنا هنا الاثنين اللي ضربت في راس روديجر ثم ضربت في راس كريستنسن ايمرسون. تسع دقائق التحامات وحكم اللقاء ستيوارت اتويل. مباراة الفريقين اللي جمعتهم يوم 29 ديسمبر كانت طبعا ضمن اللقاءات القوية. كان تشيلسي هنا عن طريق اللاعب ابراهام اللي تألق اكتشافات هذا العام ابراهام لاعب اللي كان تألق وكان من اللاعبين اللي ساهموا في صعود نادي استون فيلا في سانتي يرجع مره ثانيه الكانتي يلعبها على القائم البعيد ولكن خبره بقى هيكتور ميلرين امامنا هنا في هذه اللقطه. هيكتور ميلرين اصابه في 19 يناير امام تشيلسي ثم عوده كانت في شهر اكتوبر في قوي اودوي راسيه من روديجر ويكملها ابراهام الفرص الضائعه امام نيوكاسل دفع ثمنها تشيلسي غالي. وتذكر عزيزي المشاهد ما قاله فرانك 19 2020 سبيليكويتا ولكن تغطية ويليان على طول الى اللاعب اودوي لكن كرة بتمشي على العرض كرة اودوي امامنا هنا اللاعب كالوم هوتسون اودوي لاعب اللي ظهر مع المنتخب الانجليزي وهو من وصول ذلك الحل ايمرسون امامنا ولكن كرة اللاعب تطلع بعيد جانب ويليان الى ايمرسون يلعب كرة على القائم الاول يحاول يغير اتجاهها لكن الكرة اللي امامنا هنا من جورجينيو ادي امامنا جورجينيو البرازيلي الاصل الايطالي لسه افضليه لكن بيبي بمهاره عدى الايفوار يا ولد على اللاعب الايفواري امامنا هو دي اول انذار في المباراه لايمرسون اول انذار يتلقى ايمرسون امامنا هنا برازيلي الخبره الضغط امامنا هنا ساكا هيعاني امامنا هنا ساكا في هذه اللحظات وفي هذه الكره اللي كان فيها يعني طبعا شوف التحركات لكن ايمرسون وركنيه جديده بيرلي ادي امامنا جورجينيو باقتدار جورجينيو سجل اول اهداف اللقاء ركله الجزاء اللي ارتكب فيها خطا فادح مصطفى وورط فيها ديفيد لويس ولكن هنا جورجينيو يضعها في الدقيقة 28 الهدف الأول جورجينيو لويس أمامنا هنا بيسجل في مرمى الحارس لينو الألماني في هذه اللقطة تقدم نادي تشيلسي عن طريق هذه الكرة وركلة الجزاء الصحيحة لم يتردد ستيوارت أوتويل كانت العقوبة لديفيد لويس بالطرد وأمامنا هنا بقى جورجينيو يضعها باقتدار بص أمام خطأ يقع فيه لاعب ناشئ لكن لا يقع فيه لاعب دولي ولاعب يملك خبرات في المنتخب الألماني وإبراهام أمامنا هنا خاف لينو في الأولانية لأنه كان ممكن يدخل بقوة أكتر ورطوا فيها صديقنا العزيز ديفيد لويس اللي يدخل بقى برعونة وبعنف شديد يسمع عن الأسبوع الماضي انطلاقة اودوي ولكن لينو اودوي كان في اللقطة الماضية هيسجل لكن لينو يتصدى في ضغط وهالين عادي يثبت بيلارين ويلعب الكرة بالشمال لكن برافو يا ولد بيلارين عاش الركنية اكتور بيلارين يعاني وفي الدقائق الخمس الأخيرة هنا ومحاولات الوصول للتعادل لكن لابيلارين هجمة وكرة العرضية لكن شوفوا التغطية بقى العكسية ولكن ضيع بيبي لكن ترجع لبيلارين ولكن اللاعب اودوي ومارتينيلي والدور الدفاعي ولكن المرة دي كوفازيتش وراسية إلى خارج الملعب
تركيز ونشاط من جانب اللي كان يستعد للنزول، لم يدخل في اللقاء راسيا من الثلاث نقاط ويعود لسكه انتصارات. والكره اللي معموله اسبيلي كويتا بالعرض، لكن لينو امامنا اسبيلي كويتا. الشوط الاول 9 محاولات مصطفي، واضطر ديفيد لويز يعرقل ابراهام وترجم دفع في نادي الارسنال لهذا اللاعب الايفواري القاد جنسيه لاعب القدم من نادي لوريون امامنا في الموسم الماضي 2018-2019. الهدف في جورجينيو، ركلة جزاء إيميرسون، فرصة جديدة حول نادي الأرسنال، لكن أمامنا اللي بينتقل دائما اللاعب نيكولاس بيبي، تمريرة إلى مارتينيلي، كرة لكازيت اللي عدى، ويبدو إنذار لكريستنسن أمامنا من نصيب إيميرسون، ثم إنزويل إلى إيميرسون، إيميرسون يعلق كرة العرضية لكن يغطي ساكن، يستفيد من النقص العددي منذ أن سجل هدف اللقاء من ركلة جزاء في الجنب اليمين يسبب بيلرين، لكن المرة دي جندوزي اللي عامل في هذه اللقطة زي ما إيه يعني قطعنا يعني وقت مارتينيلي ممكن التعادل هي الجنرز تشيلسي يلعب، تشيلسي يسيطر، لكن مارتينيلي الصمبة البرازيلية هنا في ملعب اللقاء، هي لقاءات الديربي كده تسيطر وتحافظ، يسقط كانتي في اللقطة الماضية، تسقط معه طموحات فرانك لامبرد، ومارتينيلي يسجل للجنرز هدف التعادل. هي كرة القدم كده، بص الكرة اللي اتشالت من مصطفي، شوف بقى مارتينيلي عامل مشوار بعيد طولت منه كانتي تفزلك وتزحلق. واسبيلي كويتا، سيزار اسبيلي كويتا في الركنية اللي اتلعبت وتعاملت الكرة واتلمست على طول، اسبيلي كويتا في الوقت القاتل امامنا اهو في الدقيقة 84. لسه كنا بنحكي عن مباراة الفريقين يوم 29 ديسمبر، سيزار اسبيلي كويتا لم يسجل ابراهام ولا اودوي ولا ويليان، ولكن امامنا هي كرة اللاعب اودوي يصل امامنا هنا في مر بيلرين يسجل. ليس افضل من الاسباني الاخر، ولكن اليوم بيلرين في رابع لقاءاته هذا الموسم في الدوري يسجل في هذه اللقطة هدف التعادل في اللقطة الماضية. اخطاء دفاعية كبيرة من جانب دفاع ووسط ملعب فريق نادي تشيلسي، ولكن إصرار الجانرز بأقل الإمكانيات، 10 لاعبين، لكن يشعرك لاعبي نادي الأرسنال بأنهم قد